السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. جريليتش، جريليتش يعدي، جريليتش الشوط العادي بالأول، 1-0 أستون فيلا. هذا هو الاستفزاز اللي يجيب نتيجة فيلا. أستون فيلا يتقدمون عن طريق جريليتش، 1-0 لوصول برمنغهام. يدفع الفريق للأمام، كرة خطيرة تتعادل جول، وهدف التعادل عن طريق ماركوس راشفورد. ماركوس بالتخصص يسجل 60% من أهداف الشياطين الحمر، هي من صناعة وتسجيل هذا اللاعب. يرجع مانشستر يونايتد التاريخ، والكرة توزيع ممتازة حلوة برشا، والهدف الثاني لليونايتد، الهدف الثاني لليونايتد. قلت لكم اليونايتد أقرب للثاني وهكذا كان، ذكرت لكم حتى في 0-1 أن اليونايتد بالتخصص وبالتاريخ سيهزم أستون فيلا مع كيكشستر. اسكتلندي الذي جعل من اليونايتد أرشيف وعلامي، هو التسلل أو الثاني، سنرى ماذا من قرار. ويليامز كسر التسلل، ويليامز كسر التسلل، ومينكس يعادل الأرقام. أي مباراة في ظرف 3 دقائق. وبالتالي عملية دوران قد يأتي، قد يأتي، قد يأتي بتصويب. الله، تصويب ثم هدف لنوريتش سيتي. نعم، تقدم ثم مرر ثم ناظر ثم صوب ثم هنا يحتفل بهدف يسجل. ستلعب في هذه اللحظات أوباميانغ قوية. جول لمصلحة الجانرز، حتى وأن تغير الرامي لا يمكن لهذا الموكب أن يتوقف، لا يمكن لهذا المدفع أن هذا المكان يبحث عن كرة. قد تأتي بهذه الوضعية. الله، أجادوا التعامل مع شوط المباراة الأول، أجادوا، تفننوا في ذلك، قدموا عرضا كبير، نجحوا في ذلك، وتمت زيارة الشباك في منع الكثير من الكرات. الله، جول لمصلحة الأرسنال، عودة عن طريق القائد، الليدر، الليدر عزيز المتابع، ربان الكتيبة، ربان الكتيبة، مسؤول المدفع الأول، يسجل هدف التعادل من جديد. ديفيد مويس كان من 2002 حتى الرحيل في 2013، وهدف أول عن طريق ريتشارلسون، 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 يسجل نادي إيفرتون على ذكر المدربين ومن تولى المهمة. ريتشارلسون يريد إنقاذ ماركو سيلفا ويريد إنقاذ نادي إيفرتون. يسجل البرازيلي الدولي ريتشارلسون في هذه الكرة وهذه اللقطة الجميلة، لكن هجمة حلوة عن طريق ليتشي إناسيو للتعادل. يأتي التعادل، يأتي التعادل، جيمي فاردي يسجل، جيمي فاردي يسجل هدف التعادل، هدف التعادل في الدقيقة 68، البديل كليتشي إيناتشو، وجيمي فاردي لا يخطئ المرمى، لا يخطئ المرمى بالهدف اللي سجل عن طريق اللاعب فاردي. كليتشي إيناتشو، الأهداف، الأهداف القاتلة، القاتلة، القاتلة. إيفرتون، إيفرتون يقع في خطأ، ولكن يبدو هناك إلغاء ويبدو هناك تسلل. رودريجو إلى بونوتشي، بونوتشي، الله، إنه الكابيتانو يسجل لمصلحة اليوفنتوس، تعجز كل الأسماء، يظهر بونوتشي يسجل لمصلحة اليوفنتوس الهدف الأول. نعم، كلما استعصت أتى الكابيتانو ليونارد. كابوتو ينقلها إلى بوغا، ما فيش. الله، 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 جول يأتي لساسولو عن طريق بوغا، و
وهو الهدف بوجا، وهو الهدف بوجا، وحطاها فوجا. نعم ممكن يكون صعب، وهنا لدينا الله يسجل ساسولو مبكرا الآن بخطأ غريب عجيب من دفاعات يوفنتوس، لكن يأتي الآن فرانشيسكو كابوتو. فرانشيسكو كابوتو يسجل مبكرا سابع أهداف بطولة ملعب كرة تلعب الآن خطيرة، باولو ديبالا وركلة جزاء. نعم تأتي الآن التراتي كريستيانو دون يسجل، الدون يسجل، يأتي بالتعادل لمصلحة اليوفنتوس. واحد واحد لو تارو مارتينيز، مارتينيز يسدد، أوهو جوهرة الأرجنتين، جوهرة الأرجنتين، ولولوة الإنتر في جوزيبي مياتزا يسجل، يضع كرة في مرمى بريشا ويعلن عن أول أهداف اللقاء في الديات اليمنى. أنتونيو كاندريف عرضية من كاندريف رأسية، لا 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 لا، مارتينيز من جديد مرة أخرى يظهر لوتارو ويسجل الهدف الثاني، ثاني ثنائيات لوتارو. كالياري بالإضافة إلى خسارة من ميلا، كرة يحاول يقلص الفارق، يؤمن بقدراته ويدرك بأن لا مستحيل في عالم كرة القدم. سبالي يسجل He's tested Sepe, who again responds though. It's in the back of the net. A breakaway goal. It's Hernandez. 1-0 Milan. Sepe didn't hang on to it. Hernandez got on the end of the loose ball and prodded it into. ستشرق الشمس يا زعيم الجنوب، ستشرق شمسك مرة أخرى. نبقى مع هذه الكرة، أولا التسديدة القوية التي تبعد، لكن المباراة لم تنتهي بعد لبولونيا، والثلاث النقاط عمرها ما زال في أرضية الملعب. عاد بولونيا للقاء عند الدقيقة 58، ينجح في أن يعود للقاء. بلاسيو يمرر كرة، الله الله الله، بلوروسي بولونيا يسجل الهدف الثاني في هذه المباراة، ويريد أن يحقق الانتصار الذي غاب لفترة طويلة في سان باولو. ويتصدر، وهذه كرة، وهذه كرة، والهدف يأتي. 1-0، 1-0، من غيره من غيره من غيره من غيره، تشيرو إيموبيلي، تشيرو إيموبيلي يفتتح التسجيل، كرة مخادعة لفريق أودينيزي، تشيرو إيموبيلي يفتتح التسجيل، ولاعبو أودينيزي حول الحكم، لماذا؟ إيموبيلي هو القناص، إيموبيلي الهدف ذلك نحو المرمى، إيموبيلي ويسجل، ويسجل الهدف الثاني. إيموبيلي رجل لا يتوقف، شراهية غير عادية، يترجم ركلة الجزاء بنجاح، الهدف 17 له هذا الموسم. الحارس الأرجنتيني خوان موسو يتقدم لويس ألبرتو بنفس الزاوية بنفس المكان. ثلاثة أهداف إذن. لويس ألبرتو يسجل. Vacuno, Rocío, gol, 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 gol. أخيرا يفعل نادي إشبيلية ويفتتح باب التهديف بعد طول انتظار وبعد طول المعاناة. دياغو كاروس يكفر عن بعض.
لاسلو بينز يلعب كرة جوه 18 وضربة راس خطيرة جدا وهدف أول. هدف أول، الإثارة تبدأ مبكرة كما توقعنا، وهدف أول لأصحاب الأرض يحرزه نجم وهداف الفريق في دوري هذا الموسم الفريق. وادي شميد يسدد، الله على ده هدف، الله على ده هدف، لسه في حلاوة كده، لسه في جمال كده. ايه يا عم شميد ده، ايه اللي انت عملته ده؟ ايه المباراة دي؟ ايه البوندسليغا السنة دي؟ روعة، بل روعة الروعة. يوجد تسلل، انفراد انفراد انفراد، فرصة هدف تاني، حط يا امبولو، امبولو يأتي بالهدف الثاني في الثواني الأولى من عمر الشوط الثاني لتصبح النتيجة 2-1. وهو بيلعب التمريرة قلت لحضراتكم مفيش تسلل ثاني بالتساوي مع بروسيا مونشنجلادباخ. أدي بريل امبولو، وأدي التمريرة، وأدي الهدف الثالث، 3-1. خلصوها بروسيا مونشنجلادباخ، أعلنوها صريحة منذ بداية الشوط الثاني، نحن عائدون إلى الصدارة، الصدارة من نصيب بروسيا مونشنجلادباخ. هدفين وضرب جزاء ضائعة في أقل. جونتر يلعب كرة عرضية خطيرة، ودي ضربة رأس، الله هدف تاني، هدف تاني لفريق فرايبورغ. فرايبورغ يعود إلى أجواء المباراة من جديد، كرة عرضية رائعة من قبل اللاعب كريستيان جونتر، يقابلها بضربة رأس حسب الميعاد لوكاس هولر، معلنا عن الهدف التاني لفريق. فاتو في التمرير، تتخطف الكرة، انفراد انفراد، امبولو امبولو امبولو، والهدف الرابع الرائع، الهدف الرابع الرائع للمهاجم السويسري المتألق بريل امبولو. بريل امبولو يسجل الهدف الرابع لبروسيا مونشنجلادباخ. او للدفاع الهش لفريق الجوبي، ودي فرصه رابعه بل فرصه خمسه، وهدف اول، واخيرا اخيرا 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 يقولها صريحه زيد كروش، يسجل اول اهداف المباراه ليتقدم الفريق البركاني بهدف اول بعد مرور كام 25 دقيقه. الدقيقه 26 مشاهدينا تشهد بدايه الانطلاقه، تشهد بدايه الاستفاقه، تشهد بدايه الفرحه. مرتده سريعه، انطلاقه على طول لتراوري، تراوري الان، تراوري جول 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 جول. يا سلام على سرعة التحرك ويا روعة التحرك من حمدي الأشيري اللي بيسجل الهدف الثاني بشكل رائع. الأشيري يا ولد يا عشير، لعيب جميل جدا، تحرك أوروبي، تحرك رائع من الأشير. قد تتقطع من ناجي محمد عزيز، عزيز جول يا عزيز يا عزيز يا عزيز، عرضية بدون رقابة تصل إلى العزيز جبرائيل أوتارا البوركينابي اللي بيسجل أول أهدافه طبعا، وأول لمسة ليه بعد الكرة. يعني طارق السكتيوه بيقول له أشكرك يا ابني، أشكرك، لسه الراجل منزله ومديله فرصة، وجبرائيل أوتارا يسجل. أولا ويان مرة عدى فات أخطر لاعبين، هو هذا اللاعب أتخذ خطير، جول جول أول لفريق الرينجرز عن طريق إبراهيم أولويان. إبراهيم أولويان اخترق وعمل خد جميلة وسدد كرة قوية مرت على أمين الشناوي ليسجل فريق فاروق. فاروق وجافيت، أبو جافيت، فاروق فاروق، جول جول التعادل لبيراميدز 1-1. محمد فاروق يسجل من علامة الجزاء، هدف يأتي بعد مرور 9 دقائق على انطلاقة الشوط الثاني من هذه المباراة. هنا ردة الفعل على المدير الفني سيباستيان دوزابرا المدرب الفرنسي، وفاروق يسجل أول عدد، لكن لدينا انطلاقة سريعة على جانب بيراميدز والتمريرة، عمر لعيوني، جول جول يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، الله الله على هذا الهدف، صاروخ يأتي من جانب عمر لعيوني، وبيراميدز يسجل ثاني أهدافه في هذه المباراة 2-1 2-1. هذه القصراوي سعيد طبعا حارس المرمى السابق لنادي المقاولون مدرب حراس مرمى نادي بيراميدز. ثالث اسلام عيسى، اسلام عيسى، واوبو اسلام عيسى وضعها على يمينه، والهدف الثالث ياتي الان لفريق بيراميدز. اصبحت النتيجه الان 3-1 3-1 لبيراميدز. الان الثلاث اهداف جاءت عن طريق فاروق وعمر العيوني، والان اسلام عيسى يضع الكره في الشباك وياتي بالهدف الثالث. عند الحاجبة، حاجبة سدد يسدد والهدف، يعني توقعت البر بصراحة.
توقعت البره ولكن يسأل العيد بصراحة يسأل عليه عبد الرحمن العيد كورة من بعيد عبد الرحمن في الشوط الأول طرقت ولكن في الشوط شارل غارة حارسهم كيتا خالد مجدي في الشبكة والتعادل النصر 1-1 خالد مجدي بثقة كبيرة إغارة أدام كيتا والنجم والنصر يرجع للمباراة بفضل النجم خالد مجدي مجدي تعامل معاه بابتسامة مجدي الصغير